بسم الله الرحمن الرحيم. لكل من يعاني من السحر والحسد ووقف الحال، لعلها رسالة إليك أخي الحبيب تجد فيها الفرج إن شاء الله. معظمنا أيها الأحبة يغفل عن معلومات بسيطة جدا وأعمال سهلة جدا يكون فيها الحل، مثل إنسان مريض علاجه قد يكون بسيطا جدا ومجانيا، ولكنه يذهب في الاتجاه الخاطئ. نحن أيها الأحبة كلنا في هذا العصر بالذات نعاني من مشاكل وهموم، الشيطان موجود من حولنا أيها الأحبة، ينبغي ألا نغفل وجود هذا الشيطان وله تأثير، وهناك من الحاسدين ما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، والقرآن حدثنا بل حذرنا منهم. طيب لماذا نغفل كلام الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نتغاضى عن الأوامر والتحذيرات التي أطلقها القرآن وفيها خير لنا، ثم ننغمس في هذه الدنيا وبعد ذلك نشكو الهموم وقلة الحال ووقف الحال وغير ذلك؟ أخي الحبيب، أنا سأعطيك 7 أعمال أمرنا بها القرآن، أمرنا بها النبي، طبقها النبي الكريم وطبقها الصحابة، وكانوا أفضل الناس وأحسن الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر إنسان على وجه الأرض اطمئنانا. أول سلوك وأهم سلوك على الإطلاق تميز به النبي والصحابة الكرام هو سلوك التقوى، لذلك نجد القرآن مليء بالآيات التي تأمرنا بالتقوى، حتى إن آخر آية في القرآن نزلت ما هي؟ نحن نعلم أن ختام الشيء هو يعني يكون على درجة عالية من الأهمية، فآخر آية من القرآن تأمرنا بالتقوى. الله تعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذه الآية أخي الحبيب تلخص لك منهج حياتك. المنهج الذي يجب أن تسلكه هو منهج التقوى والاستعداد لذلك اليوم. طيب هذا المنهج ما هي الفائدة منه علميا؟ نحن نتحدث حسب مبادئ علم النفس الآن ومبادئ العلم بشكل عام. ما الفائدة؟ أنا إذا خفت من الله واتقيت الله سبحانه وتعالى وعملت حسابا لذلك اليوم الذي سأحاسب فيه عن كل كبيرة وصغيرة. التقوى أخي الحبيب ارتبط بالرزق، الرزق لم يرتبط بالأسباب المادية في القرآن الكريم، الرزق ذكر أكثر من 100 مرة، أنا قرأت الآيات جميعا لم أجد آية تربط بين الرزق وكثرة العمل، وهذا منطقي لأن أغنى الناس هم أقلهم عملا، يعني انظروا اليوم إلى أغنى 100 شخص في العالم، كل واحد يجلس على مكتبه ويفكر ولا يبذل جهدا عضليا، العامل الذي يعمل في البناء يبذل جهدا أكثر مما يبذله هؤلاء 100 الأغنى، تصور. إذا القضية ليست قضية جهد، القضية هي قضية فكرية. إذا الرزق في القرآن لم يرتبط بالعمل أبدا، ارتبط بالتقوى. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا التقوى هي مفتاح الرزق باختصار. تريد الرزق الكثير والواسع؟ اتق الله، لأن الكنوز عند الله، لأن الرزق عند الله، وفي السماء رزقكم. أصلح علاقتك مع الله لكي تكسب هذا الرزق الكثير إن شاء الله. ثم إن الله عز وجل يعطيك ما يصلحك، لا يعطي عشوائيا مثل عطاء البشر، لا، يعطيك القدر الذي يصلحك ويجعلك تتق الله أكثر. هذه هي النصيحة الأولى. رقم 2، معظمنا لا يحافظ على الطهارة للأسف، والطهارة بسيطة هي الوضوء، أن تحرص أن تكون متوضئا لأطول مدة ممكنة، كلما أحدثت توضأ. طيب ما فائدة الوضوء؟ الوضوء هو والطهارة يعني بشكل عام السلاح رقم 1 أولا في الطب الوقائي، إذا أردنا أن نتحدث علميا هو السلاح أيضا ضد الشيطان، لأن الشيطان يكره الطهارة. الطهارة مهمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. إذا أنا حتى أدرأ عني شر السحر وشر الحسد ووقف الحال، الطهارة هي إجراء ضروري أمر به الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. رقم 3 أيها الأحبة، معظمنا يغفل عن موضوع الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أعظم كلام يمكن أن يجري على لسانك هو كلام الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن لسانك هذا يجب أن ينطق كل يوم بالقرآن الكريم وبالأدعية التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أخي الحبيب،
الرقية الشرعية هي عبارة عن آيات تقرأها، والقرآن كله رقية. القرآن كله، ما معنى رقية؟ يعني رقية أنك تحفظ نفسك، حفظ. الرقية هي الحفظ للنفس من الشرور، من شر الشيطان، من شر الناس، من شر الحاسدين، من شر الأمراض، من شر الفقر، كل أنواع الشرور. كلام الله يحفظك، كلام الله هو أعظم كلام على الإطلاق. وعلى رأس هذه الرقية آية الكرسي كما علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أكد أنه لا يزال عليك حافظ من الله إذا قرأتها في المساء حتى تصبح، وإذا قرأتها في الصباح لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. فعلى الأقل اقرأ آية الكرسي صباحا ومساء، بالإضافة للمعوذتين والفاتحة وسورة الإخلاص. هي أبسط رقية شرعية. كل يوم يجب أن يكون نظام عمل يومي لتحمي نفسك. يعني هناك إجراءات، نحن عندما رأينا وباء كورونا في الفترة الأخيرة أصبح الكل يلهث وراء الكمامات والأغطية هذه خوفا من فيروس. طيب، ألا نخاف عذاب الله؟ ألا نأخذ إجراءات نحفظ أنفسنا أولا من عذاب الله ومن شرور الدنيا؟ إذن الرقية الشرعية مهمة جدا، وأي دعاء نبوي وكل آيات القرآن هي رقية شرعية على فكرة. طيب، القضية الرابعة قضية الصدقة أيها الأحبة. الصدقة أخي الحبيب هي برهان ودليل على صدقك مع الله. أنت لتكون صادقا مع الله يجب أن تتصدق. وأقل أنواع الصدقة صدقة مجانية يمكن أن أسميها، هي أن تتبسم بوجه أخيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك بوجه أخيك لك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. تكلم بكلمة طيبة مع أهلك، مع أبنائك، مع زوجتك، مع أبويك، مع جيرانك، مع كل الناس. الله تعالى أمرنا أن نحسن لكل الناس حتى للملحدين، وقولوا للناس حسنا. لذلك هذه الصدقة أخي الحبيب هي دواء داو مرضاكم بالصدقة. لا تترك نفسك من دون صدقة كل يوم. انتبه لموضوع الصدقة لأنه مهم في تيسير الحال الواقف إن شاء الله. قضية الخامسة صلة الرحم. للأسف غفلنا اليوم أخي الحبيب، أنت من خلال برنامج واتساب مثلا ترسل رسالة لأقربائك، كلمة تطمئن بهم بها عليهم. طيب، هذه الكلمة هي ماذا؟ هي صلة رحم. تليفون أحيانا تتحدث مكالمة مدتها 3 دقائق تطمئن على قريب لك، هذه صلة رحم. يعني اليوم صلة الرحم ميسرة، ولكن على الرغم من ذلك نحن سبحان الله شغلتنا شواغل العصر هذه الأيام. طيب، صلة الرحم أيها الأحبة أولا تطيل العمر كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام، وتطرح البركة في الرزق. يعني إذا كان حالك واقف صل الرحم، أي شيء متوقف عندك ابحث عن موضوع صلة الرحم، اجلس واطرح أسئلة على نفسك. هل أنا قصرت في حق أحد؟ والله عز وجل تعهد أنه سيصل من وصل الرحم وسيقطع من قطعه. وبالتالي قضية مهمة جدا قضية صلة الرحم أخي الحبيب. قضية السادسة الدعاء. كثير منا يمر عليه يوم كامل وهو يلهو ويعبث ومنشغل ولا يتذكر الدعاء. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فتجد أنه يلهث وراء شيء للأسف دنيوي وينسى نفسه. فقضية الدعاء قضية مهمة، والله أمرنا بذلك. يعني هو أمر إلهي، الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء فرض مفروض علينا، والدعاء مخ العبادة أيها الأحبة. على الأقل أدعو بدعاء النبي الذي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. فإذا حقق الله لك ذلك، رحمك وحفظك ورفعك وغفر، طيب ماذا تريد بعد ذلك؟ ورزقك. إذن الدعاء مهم جدا. القضية السابعة والأخيرة أيها الأحبة أختم بها، المناجاة بينك وبين الله، أن تناجي الملك سبحانه وتعالى، أن تشعر بقرب الله منك. الله تعالى يقول فإني قريب، ويقول أيضا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. فهذا الإله العظيم قريب مني جدا، يسمعني أكثر مما أنا أسمع نفسي، ويعلم عني أكثر مما أنا أعلم عن نفسي. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هذا الوقت يجب أن تشعر أن الله قريب منك جدا، فاطلب منه ما تشاء، ولكن يجب أن تستيقن أن الله يسمعك، وأن الله قريب منك، وأن الله سيستجيب في الوقت الذي هو يراه خيرا لك. لأن الشر أحيانا قد يكون من ورائه خير ونحن لا نعلم. الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أنا ربما أدعو بشيء فيه شر لو استجابه الله بسرعة، فالله يؤخر الإجابة لخير أنا لا أعلمه سأعلمه في المستقبل. إذن أخي الحبيب، الله عز وجل عندما يعني تدعوه وتتقرب منه وتناجيه سبحانه وتعالى، والله راحة نفسية. يعني أنت عندما تناجي الملك وتشعر أنك قريب منه، هذا الإحساس يزيل عنك هموم الدنيا. لذلك أخي الحبيب، هذه قضايا السبعة أرجو أن نهتم بها جميعا، بالإضافة لكل تعاليم القرآن وكل تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، لنعيش حياة هادئة مطمئنة خالية من المشاكل إن شاء الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.